من هذه البقعة سنبدأ رسالتنا ببابا نويل. من تحت الخراب سينهض ليرسل الفرحة في وجوه ويرسم الابتسامة في وجوه الأطفال. سنبدأها من ها هنا كما تشاهدون الخراب، وهذه هي بقعة ستكون بإذن الله بقعة خير ستظهر منها الابتسامة لكل أطفال هذه المدينة. اليوم وسط خراب الموصل القديمة عدد من الشباب المتطوعين جينا إلى هذا المكان الموصل القديمة لزرع البسمة والفرحة على وجوه الأطفال. هؤلاء الأطفال الذين افتقدوا للفرحة وافتقدوا للبسمة طوال الأشهر الماضية وعانوا ما عانوا من ويلات والحزن والمآسي، فذلك ارتأينا أن نقوم بهذا الفعل وهذا العمل. طبعا بابا نويل هذه الشخصية الأطفال ما يشوفوها فقط بالأفلام فقط بالأحلام، فإحنا حبينا نجسد الواقع وأصبح الحلم حقيقة وجينا لهذا المكان حتى نثبت للعالم ونوجه رسالة أن الموصل القديمة أكو بيها حياة وأكو بيها ناس، ورغم هذا الدمار ورغم هذه الأنقاض ورغم هذا الركام الناس بدأت تعود إلى منازلها وبدأت تأهلها. فهؤلاء الشباب المتطوعين اليوم الحمد لله فرق نينوى والجميع التطوعية وصلنا لهذا المكان وقمنا بتوزيع عدد من الهدايا والملابس على الأطفال، وإن شاء الله حملاتنا مستمرة ومكثفة وكل أنظارنا راح نصوبها تحت الموصل القديمة، هذه المنطقة اللي تعاني ما تعاني من دمار ورغم هذا الدمار الهالي يعودون، وإن شاء الله نبقى ونقول ونعيد أن الموصل تمرض لكن لا تموت. تحت الشعار بابا نويل في المدينة المنكوبة دخلنا اليوم مجموعة من الفرق التطوعية تحت الشعار واحد يجمعنا وهو نينوى للجميع. نينوى للجميع، نينوى السلام، نينوى الطمأنينة، نينوى الطفولة التي حرم منها أطفال هذه المنطقة المنكوبة من العالم. دخلنا هذا اليوم بصحبة شخصية بابا نويل الشهيرة سانتا كلاوز، ومن تحت ركام كنيسة الساعة خرجت هذه الشخصية تؤذن على منارة المئذن الحدباء باسم السلام. لازلنا مستمرين بعطائنا، مستمرون كشباب بجهود ذاتية دون أن نتلقى أي دعم موجه سياسيا أو حزبيا، نحن دعمنا ذاتي، مستمرون برسم الفرحة على أطفالنا بمناسبة أعياد رأس السنة. الأطفال في هذه المنطقة من العالم وليس في العراق فقط يعانون من تشويه كبير في الأفكار، يعانون من تغييب كامل عن العالم. حتى هذه اللحظة الكثير بل الآلاف من الأطفال هم خارج مقاعد الدراسة، لا يجهلون القراءة والكتاب وهم في سن الدراسة القانونية.